بيقدرش عليه، بيقول لك خويا ماتش تبارك الله دراري يتفرجوا. اه هو ولا فوت اللي كان خطأ واحد اللي كان هو العرجون ما كانش يتيري بيلانتي. صح. انا في نظري بيلانتي كان تعطى الاهداف. تعطى الاهل لا احداد دابا ديك المره دار بيشنات تا هو راه كفسها كان ورقة كان خويا، كان عطاو كان عطاو ليه دودي عطاو ليه دودي دودي كان ورقة بيناتي خويا شوف اسمع خويا دوس، اي لاعب كبار كيضيعوا بيلانتي تحدى ضيع بيشني بطريقه زوينه، ضاعت البارير نفسها ماشي لا ولكن ما خصوش يدير هذاك قايد بيشنات، حنا محتاجين للرباح وانت تجي دير لنا بيشنات باقي زوزو. لا خويا انا قلت الماتش كبير، الماتش ديال الوفاق الصيف كبير والتعادل كان يكفينا. وي بصح ونتمنى شوف انا بالنسبه لي والله العظيم احسن واحد كاين في ضربات الجزاء راه هو المدافع. عندنا مذكور عندنا المدافعين المدافعين مدافع زريده عندنا اصلا هو العرجون. لا المدافع بالاخص المدافع المدافعين ما عندهمش مع الزواق اصلا عندنا اصلا العرجون ما كيتيريش البيلانتي ملي كت ملي كيضربوا كره المدافعين كيضربوها بالعظم كيضربوها قويه كيعتمدوا على القوه ما كيعتمدوش على التقنيه بزاف. في حين الدراري الصغار البارح تفرجوا، الدراري الصغار اللي دخلوا البارح كاملين تفرجوا. لا لا تبارك الله لعبوا مزيان البارح، لا تبارك لا الله لا فرح ولا هبطي ولا و و و ولا سميتو الاخر بن جديده ولا حتى ولا حتى سميتو الاخر دجال اللي كان لاعب، كلهم الدراري الصغار كانوا تبارك الله يعني في المستوى البدوي نسي ما تساوش البدوي دار بون ماتش هذا كلهم كانوا مزيان كلهم. واش انا غير فكره واحده اللي عندي، انا بحال هذوك الانتدابات اللي جاوا الجمهور كيغوت انتدابات 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 صفقات هذوك انتدابات معوقين، انا احسن ليا كنتمنى امنيه واحده ديالي هي شي نهار نشوف الراجل 100% وليد الراجل. وي وي هذه هي امنيه، انا ما نكذبش عليك انا محب للراجا من 97 وي وريك نهار حبيت الراجا نهار الماتش ديال الترجي وي اللي دينا داك اللقب صح هذاك داك النهار زرع فيا الروح ديال الراجا والحب ديال الراجا. وي امنيه ديالي واحده شي نهار غادي نشوف الراجا تلعب 100% وليدات الراجا ان شاء الله. ان شاء الله والخير موجود، شوف والله اذا الخير موجود خاص غير اشنو خاص الراجا شي راجا اخويا شوف اخويا يوسف اخا واخا ماشي ولاد كازا وكذا، ولكن اخويا راه نهار كتخسر الراجا راه كنبكي ونهار كتخسر الراجا كنقول بالحال. اذا كنتي رجاوي راك رجاوي، اذا كنتي رجاوي راك رجاوي راك رجاوي واخا. شكرا شكرا خويا تحياتي لك الله. نعم تفضل تفضل. المشكل ديال الراجا انا كمحب رجاوي المشكل اللي كنشوف في الراجا هو ماشي من هذا المدرب الحالي، ولا مدرب كان عندنا جمال السلام كان عندنا مدرب زوين، كانت الراجا زرعت فيها كرين الدراري زرعت فيهم حب ديال الفرقه، دينا البطولات ديناها صحه تقريبا صحه بالمفهوم ديال الكره واحد الكرين طوح الحب واخا تقصينا من نصف النهائي. المشكل اللي وقع لنا هو نهار خسرات الراجا في الديربي بجوج زيرو كان جمال السلامي هو كبش الفداء والضحيه. دابا بلاتي نسولك واحد القضيه نسولك دابا لين فريد السلامي بقى ياك ما مشاش والرجاء باعت بانون وباعت مالونغو وباعت رحيمي وباعت الحفيظ، واش السلامي غادي يبقى غادي بنفس المستوى بالرجاء؟ اخويا كان غيطلع وليدات من المدرسه. واش من وليدات غيطلع؟ اش من وليدات الله يهديك؟ اش واش كيبان لك الرجاء فيها شي وليدات اللي زعما يلعبوا في النيفو تاع؟ علاش اخويا بن جديده منين جا؟ بن جديده اكسبسيون زريده منين؟ شوف تا زريده وتا شوف شي زريده وهادشي حنا صابرين عليهم حيت ما كاينش ما احسن. ما كاينش ما احسن اصاحبي، واش نبداو نكذبوا على راسنا؟ شوف ما عندناش ما عندنا زريده البارح حسب لي كان شحال من ديف وشحال موفيس باس عطاه. عطينا في الفرصه ما نقول نهار جا راه صبرنا عليه عام. لا لا ما صبرناش عليه عام سوي ديزوني. الموسم الاول اخويا ما دار والو. انت شحال من موسم لعب معانا الله يهديك؟ لا شوف الشهر الاول بغيت تقول انت الشهر الاول شهر شي اربعه الماتشات الاولين كان فيهم ناقص، من بعد تطلق السيد صافي وعطى ما اسمعني واخا خويا يوسف زعما تقول لي لي جون. انا عندنا لي جون، شوف عندنا على مر السنين سنوات هذه وحنا عندنا مشكل في التكوين، عندنا نقص في التكوين ما بقيناش كنكون. شوف تسنت لي وتسنت لي باش واش بغيتي نجاوب معاك ولا بغيتي تبقى تهضر بوحدك؟ خير تجاوب معاك اصاحبي. شوف ودابا خليني نهضر معاك خليني نهضر معاك اصاحبي خليني نهضر معاك تبقى تهضر انت ونبقى نهضر انا، حيت انت بغيت تقنعني بشي حاجه اللي انا ما عندكش هي راسي. حنا عندنا نقص في التكوين
ما عندناش لاعبين اللي كيطلعوا مكمولين. اعطيني غير لاعب واحد في هاد لي جون. شوف شوف واتسنت ليا هاد لي جون اللي كدوي على المنتدى دابا، اعطيني شي لاعب البارح، البارح غير البارح دا شي تير كادري، اعطيني واحد تير كادري، تير كادري، تير كادري البوطو، اعطيني واحد. واني منين غايدير تير كادري راه تاتلا كامله لعب النور البارح. ايوا دابا وليتي كتقول لي لعب النور، وليتي كتقول لي، ايوا وليتي كتقول لي لعب النور. على 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 التير اللي ضرب البهجه، التير اللي ضرب البهجه من الكوفره دابا عند الكون عدبو. على هذاك هذيك ما كانوش لاعبين اللون، هي كانت فالاريتي كاع كلهم واقفين في الكار. شوف شي اللي عنده شي حاجه، اللي عنده شي حاجه راه عنده. شوف حنا عندنا لعابه تري تيميد، لعابه ديال المدرسه تري تيميد في اللعب ديالهم، ما كيزعموش، ما يعرفوش يقلبوا، ما يعرفوش يديماري بالبالون، ما كيزعموش بالبالون، كيلعبوا هذه الكره السهله، كره عرض، كيلعبوا كيتفكوا من اللاعب اللي حداه، كيتفكوا من الكره. ما عندناش ما عندناش ان جوور، ان جوور اونتربرونور. واش كتعرف لي جوور اونتربرونور؟ واش لي جوور اونتربرونور هذا هو اللاعب اللي كتقول هذا وي هذا مكون، هادو اللي كنا كنكونوهم بحال ناطير، بحال بحال زكريا، بحال بحال فهمتي، بحال الصالحي، بحال هادو اللعابه اللي كانوا اونتربرونور كيشد الكره. صافي انا اخويا يوسف شوف الرجاء، انا انا بعدا مني مشى لي ماما بيدي، ما بقيتش شي واحد كيتيري بحال هذاك التيراج اللي تيرا بن جديده في الماتش ديال الصيف ياك. هذا هو هذا هو السؤال اللي بغيت نعطيك انا، قلت لي قبيله لا ما عندناش التكوين، ما عندناش. واش كاين تبغي تكدوي لي على 1%؟ واش كتعرف القاعده العامه ولا كتعرف الاستثناءات؟ ما تدويش لي على الاستثناءات. اشي ماشي 1%. وقول لي من غير بن جديده، قول لي شي واحد دار شي تير كادري، قولوا لي. من غير اصحابي، من غير بن جديده، من غير فرح، من غير كلشي. دابا بغيت نعرف انا، بغيت نسول على واحد السؤال. هذا بعد انت دابا كيجاوب فيهم عند فيهم كوياتي كابانغو، هادو بعدا المهاجمين راس الحربه، كوياتي كابانغو، واش هادوك الفرص اللي خداو كوياتي وكابانغو كون اختارهم واحد في الدراري ديال المدرسه شحال يكون سجل دابا من بيت؟ ما غادير ما غاتسجل والو. ها؟ ما غاتسجل والو. علاش اخويا؟ انا نقول لك علاش. لانه شوف شي ولاد المدرسه الا بغيت تستافد منهم ويعطيوك راه خصك يكون عندك العظم. العظم شنو هو؟ هو يكون عندك لي كادر، لي كادر، عندك واحد ربعه ولا خمسه د اللعابه هازين الفرقه واقفين وكويريه واعرين وعندهم شده البالون ويعرفوا يطلعوا الريتم ويهبطوا الريتم ويدوخوا 90 دقيقه وهم واقفين والفرقه موقفينها خمسه. واش عندك انت هاد الخمسه؟ راه ما عندكش. راه ملي يكون عندك هاد الخمسه عاد ديك الساعه دوك الوليدات اللي كيلعبوا وحداهم جون كيمكن لهم يتطوروا، يمكن لهم يمشيوا بعيد ويلعبوا ويهزوا لك الفرقه وينفعوك. فهمتيني؟ انت ما عندكش، انت انت لوساتيو عندك راشيه، لوساتيو واش فهمتيني؟ لوساتيو راشيه. اذا هنا انا ثاني بحالي بحالك، انا كنتمنى الرجاء شي نهار نشوفها فيها غير ولادها، كنتمنى. ولكن كنقول يا ربي شي نهار في المستقبل ان شاء الله، ولكن باش نوصل لذاك الشيء راه كيخصنا نقويو ديك لوساتيو، خصنا نقويوها، خصنا نجيب واحد جوج ولا ثلاثه لعابه فهمتي، واحد جوج لعابه اللي كيعرفوا يشدوا البالون وكويريه وكذا، واحد يكون في الدومي ديفونسيف هذه ضروري، ان غولييور شي بعد دو بوست. ولا قلت ثلاثه دابا عندنا فيهم ناقص قداش؟ نعم عندنا سته ما عندناش، ثمانيه ما عندناش، والعشره ما عندناش، هذوك ثلاثه عاد زيد ليليات ما عندناش. احنا كنقولوا على الاقل يكونوا غير هاد الثلاثه هادو في الفرقه قويين ويعاونوا ديك لوساتيغ داك العظم كما تيقولوا يقويه. وخصك وخصك خصك انا ريال غوش اللي يكون في الفار عنده شي حسديه واعره. ريال غوش اخويا ضروري، خصك ريال غوش ضروري. وشي في اليمن، شي في اليمن، والله العظيم في اليمن لونسي هذاك البداوي. الا كويري داك الدر كويري داك الدر داك البداوي دائما مبرعين فيه. البارح كتشوف مذكور كيلعب بواحد الثقه في النفس، كتشوف مذكور كيلعب البارح مرتاح، ولكن راه الفرقه ديال تادلا راه مع كامل احتراماتنا ليهم راه لعبوا في الدفاع كاملين، ما تفرجتيش كوره ديك الكره الزوينه اللي كيبغي يشوف الجمهور ما كاينهاش. نتمنى خير، نتمنى خير، نتمنى خير. واخا خويا شكرا، تبارك الله عليك. نتمنى خير، تحيه رجاويه للجميع. الله يحفظك اخويا، الله يحفظك. شكرا شكرا.